ولمناقشة ظاهرة النزاعات العشائرية في ظل انفلات السلاح وانخراط عناصر الميليشيات فيها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. النزاعات العشائرية أصبحت ظاهرة كما يقول المراقبون في العراق، وهناك مجموعة من الأسباب وراء هذه الظاهرة وهذا الانفلات الخطير. إلى ماذا ترجعون تزايد الظاهرة في الآونة الأخيرة؟ حقيقة انتشار السلاح بشكل فوضوي منذ بداية الاحتلال، وهناك كثير من العشائر سيطرت على جزء من هذه الأسلحة وامتلكت هذه الأسلحة، وبدأ هناك نزاعات حول السيطرة على خصوصا أراضي الدولة التي أصبحت لكل من هب ودب، مما أدى إلى كثرة هذه النزاعات، إضافة إلى استخدام السلاح بشكل عشوائي في كثير من المناسبات، ويؤدي ذلك إلى قتل أبرياء من جراء هذا الرمي الغير منضبط والغير مبرر حقيقة. وهذه النزاعات العشائرية أيضا قد أحيت كثير من الأمور أو الاختلافات الموجودة بين العشائر سابقا، وذلك بسبب ضعف الحكومة وبسبب عدم وجود قانون يردع هؤلاء عن ممارسة هذه الأعمال الفوضوية. نعم، إلى أي مدى تتحمل الميليشيات مسؤولية وصول هذا السلاح إلى يد العشائر؟ ونتحدث هنا عن أسلحة متوسطة وأحيانا ثقيلة. حقيقة الميليشيات شكلت أيضا على أسس عشائرية، وجزء منهم من أبناء هؤلاء العشائر والذين يدينون بالولاء إلى عشائرهم ويقفون إلى جانب عشائرهم في كثير من الاختلافات، لذلك إذا اختلفت عشيرتين ترى أن هناك قتالا بين ميليشياتين أو فصيلين من هذه الميليشيات. وهذه الميليشيات التي تتبع تحت أسماء عشائرية، وإن كانت تحمل أرقام تحت مسميات ألوية أو أفواج، ولكنها تتبع لعشائر في حقيقتها، وتسخر هذا السلاح التي أعطتها الدولة أو سيطرت عليه، المتوسط والثقيل أو الخفيف، كله لصالح ما تريده العشيرة من محاولة استحواذ على أي شيء، سواء السيطرة على أراضي، السيطرة على أنبوب نفط، السيطرة على مكان استراتيجي معين ومهم تحت اسم هذه الميليشيا. لذلك فالميليشيات تتحمل هذه المسؤولية لأنها وقفت بشكل مخالف للقانون وبشكل مخالف لأي إرادة حقيقية لبناء دولة، لذلك أصبحت الفوضى هي الشيء السائد في البلاد. نعم. دكتور يحيى، تفضلتم بالحديث عن اعتبار الإصابة بالرمي العشوائي قتل متعمد، وهذا الإجماع العشائري اليوم، هل تعتقد بأنه سيحد من النزاعات العشائرية واستخدام السلاح؟ هذا بسبب ضعف القانون وضعف الدولة، فلجأت العشائر إلى اتخاذ اتفاقات فيما بينها من أجل أن يحد هذا القانون إذا كان هناك تطبيق له، وتتخلى شيوخ العشائر أو تتخلى العشائر عن الشخص الذي يقوم برمي عشوائي ويؤدي إلى قتل أشخاص. نعم، هذا عرف عشائري، وبسبب غياب قوة الحكومة على الردع لذلك لجأوا إلى هذا القانون لعله يحد من هذه الحالات التي أصبحت منتشرة بشكل واسع في العراق. نعم، بالنسبة لدور الحكومة، هل ترى دور للحكومة في الحد من هذه الأزمة على الرغم من الوعود التي أطلقها الكاظمي من قبل وبعد ذلك السوداني بطبيعة الحال للحد وحصر السلاح بيد الحكومة؟ أعتقد أن الحكومة لا تملك أي قرار سياسي، وهي قرارها مرهون إلى جهات خارجية، وهناك سيطرة ميليشياوية واضحة، لأن الميليشيات الآن هي أقوى من كل أجهزة الدولة، من الجيش والشرطة الاتحادية، رغم أن هذا الجيش والشرطة الاتحادية أيضا تشكل من عناصر ميليشياوية، ولكن
الميليشيات في الفترات الأخيرة، وخصوصا منذ عام 2017 أصبحت هي القوة الرئيسية في البلاد، والحكومة غير قادرة على تنفيذ وعودها بالمطلق، وإنما هناك هذا كلام للاستهلاك المحلي أو الاستهلاك الإعلامي لا أكثر. لذلك لم نرى هناك أي عمل واضح للحكومة بجمع هذه الأسلحة أو إرغام الناس على تسليم هذه الأسلحة أو القيام بحملات تفتيش لجمع هذه الأسلحة، وإنما مجرد وعود وكلام معسول ينطلق من مسؤولي الحكومة سواء السابق أو الحالي. أشكرك جزيلا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية دكتور يحيى السنبل.